تحت شعار مسار موفق من أجل الدفاع عن الثوابت، نظم حزب التجمع الوطني الأحرار لقاء تواصليا يجمع قيادته بشبيبته على مستوى مدينة طنجة. قمنا بواحد اللقاء اليوم اللي هو ناجح واللي هو غير انطلاقا واحد مجموعه اللقاءات ان شاء الله، مع العين بانه كمحطات تنظيميه الحزب حاضر بقوه، المجلس الوطني ديالو عملوا في طنجه، المجلس الجهوي حضر له الاخ رئيس الحزب، المكتب السياسي تعقد مدينه طنجه، بني مكاده عاد عملنا لقاء تنظيمي، النقاءات الاشعاعيه اللي كيقوم بها القطاع النسائي الى غير ذلك. يعني رغم هذا الحضور حنا كنشوفوا بانه هذا الشيء ماشي كافي، خصنا نكثفوا من الانشطه ديالنا وان شاء الله غتكون هذه واحد الانطلاقه. فعلا هذا اللقاء يعتبر لقاء حتمي وضروري في إطار انفتاح الحزب على شبابه وشاباته مناضليه وكذا المجتمع المدني، في إطار الدور المسنود من طرف الدستور للأحزاب السياسية بتأطير المواطنين وتوعيتهم انسجاما مع خطابات صاحب الجلالة التي ما فاتئة ينص عليها ويؤكد عليها بالدور الجاد للحزب وكذا لضرورة مشاركة النساء والشباب في العمل السياسي الجاد. يهدف اللقاء إلى فتح قنوات التواصل بين قيادة الحزب وشبابه بغرض تعزيز مكانتهم وجعلهم في صلب التنمية والحركية التي يعرفها الحزب اليوم استعدادا لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.